مجموعة ثقب القمامة للفن البصري في بوينوس آيرس قدمت مشروعاً فنياً طريفاً، فكما يوحي اسمها حولت هذه المجموعة حاويات القمامة إلى غرفة سوداء تمكنه من إنجاز صور فوتوغرافية يدوية. أنا أعمل بكاميرات رقمية، شخصياً أجد هذا أمراً مزعجاً نوعاً ما، لأن هذه الكاميرا تقرر في مكاني كيفية التقاط الصور. هنا الأمر مختلف، لأنني أنجز الصور التي أريدها وبخصائص دقيقة مثل العمق والخلفية. إنها صور مغلفة ترتكز على عمل يدوي إلى جانب جودة الصور التي يتم الحصول عليها. تتحول حاوية القمامة هنا إلى جزء من عملية الإبداع. عندما ترى القمامة في الشارع فهذا مثير للاشمئزاز، لا أحد يريد الاقتراب منها. في فصل الصيف يحاول الناس إلقاء الفضلات من بعيد حتى لا يقتربوا من القمامة. ما يحدث هنا هو أن الناس يقتربون من حاوية القمامة ويريدون إلقاء نظرة عليها لأنها أصبحت شيئاً آخر وتحولت إلى قطعة فنية يمكن للجميع رؤيتها. أعضاء فرقة الفن البصري ثقب القمامة اختاروا إنجاز صور فوتوغرافية بطريقة يدوية من ألفها إلى يائها، واعتماداً على أشياء بسيطة قد لا نوليها نحن أي أهمية.